بعد كتبينيها شهاده ليك بنتي. هضري بجد باش تسمعوا الناس. لا لا ما عرفتش حتى شي حاجه، شرحت لي الحاله ديالي. انسانه عظيمه، الانسانه الوحيده اللي في الباب ديالها. الله على المتتبعين ديالنا، كي درتو لاباس عليكم، كي بقيتو تبقاو في الهنا والسلامه وطوال العمر. وخصكم تتابعوا معنا هذا الفيديو حيت نتوما متتبعين اوفياء، واللي كيتابعنا كله خصو يدقق معنا الموضوع ويتبع الفيديو. هذه هي البنت اللي جاتني من احفير عام الاول بحال هذا الوقت. جاتني من احفير رجليها مقطعين، رجليها مقطعين على حد ركابي. كانت كتخدم في الليمون وشدتها الكارده، قوت لي مسكينه عاد دخلت للخدمه وما عارفاش، شدتها الكارده قطعت لها رجلين على حد ركابي، وعانات وقاصات واستغلوها ناس وداروا بها الفيديوهات وصيفطوهم لفرنسا وشدوا عليها الناس اموال طائله. استغلوها بمعنى الكلمه، استغلت ثياب الناس كيصيفطوها بدوك رجلين هكاك مقطعين وتيتخلصوا عليها وهي ما باغاتها حتى حاجه. هي مسكينه كيحسبها كتصور باش غادي يهزوها المحسنين، الساعه هي الناس اللي كانوا كيصوروها اللي كراو فلوسها. من بعد بقات كتنشد القنوات سيهام، هي ومرات عمها اللي مكلفه بها، مكلفه بها مرات عمها هي هادي رشيده. فاش بقات مكلفه بها مرات عمها بقات تنشد القنوات. شحال من قناه طفات عليها هذا الواتساب، شحال من قناه قرات الميساج ديالها. هي كانت كتنشد رشيده القنوات الكبرى باش زعما يهزوا معها الحمل او يبلغوا الصوت ديال سيهام. القنوات ما كانش اللي استجب لك، هي كانت هي كرشيده ما كانت حتى وحده، ما استجب لك حتى واحد الا انت يا منعم. بقات كتقلب على نمرتي ما لقاش نمرتي. البنت ديالي رجاء حطت نمرتها في القناه، ماشي ديالي، حطت نمرتها هي رجاء في قناتها. هزوا هما النمره ديال رجاء وتواصلوا مع رجاء. وشكون اللي عطاكم النمره؟ عطات علينا رجاء. ورجاء بنتي هي ما كتعرفهاش رجاء، رجاء هي اللي عطاتهم النمره، واني رجاء ما عرفاش راسها عاطيه لهاد الناس حيت ما كتعرفهمش. عطاتهم النمره تواصلوا معايا عام الاول. فاش تواصلوا معايا ما نكذبش عليكم، بحال هاد الوقت كاين الناس اللي كنتكلم لهم وكاين الناس اللي ما كنتكلم لهمش، على حسب الحاله كي دايره. فصيفطت لي التصويره ديالها رجليها مقطعين، قلت لها هزيها وجيبيها لي. جابتها لي بالقدرة الإلهية، درت معاها فيديو. داك الفيديو ديال سهام اللي رجليها مقطعين لقى استقبال كبير. المهم تشاف بزاف، تشاف بزاف. كانت ديك فاش تشاف بزاف شحال الناس كيدخلوا فيه في الكومونتيرات، حنا غنعاونوا سهام غنعاونوا قال لك الهضرة ما كتشري خضرة، ولأن الخت العزيزة الغالية اللي شرات الجنة ديالها وهي باقا حية في دار الدنيا، هي الخت أميرة اللي في مدينة بلجيكا. لا ماشي كبيرة، كبيرة في الخط كبيرة اللي هي اللي في الميريكان، اللي هي متتبعة ديالي وفية ملي كنت مع قناة مربوحة. فاش شافت الحالة عندي في القناة تواصلت معاهم. جات فاش الخط كبيرة العزيزة الغالية اللي في مدينة الميريكان المتتبعة ديالي الوفية شافتها وتواصلت معايا. قالت لي انا غنعطيك المساعده لسهام. قلت اختي العزيزه الله يطول عمرك الله يخليك ليا. قالت لي عطيني النمره ديالهم، عطيتها النمره ديالكم. قلت لكم راه كبيره غتعيط عليكم، عيطت عليكم. كانت كبيره هي اللي مدخله في الرجلين اللي تقطعوا للسيده سهام. وكبيره راكي شريتي اختي جنتك، واخا العيان دعي ما غنعبر لكش شي حاجه، راه الحج حتى هنا ماشي غير مجالو بنادم. كانت كبيره هي اللي كتلاقي سهام بالمحسنين وكتركب لها رجلين ب 6 مليون، 6 مليون. خت كبيره بغيت لك 60 حسنه اللي توقف معاك من اجل سهام. دابا سهام جات عندي عام الاول برجلين ما كاينينش، غادي تشوفوا الصوره باش كانت بلا رجلين والصوره باش تكبت رجلين. دابا اليوم سهام النفسيه ديالها تحسنت وليه الحمد والشكر، وغادي نخلي رشيده تهضر وسهام غتنوض تمشى برجليها. السلام عليكم متتبعين المنعمه، كي دايرين اخوتي؟
الحمد لله ربي يخليكم الله يطول لكم العمر كما كتساعدوا سهام ربي يساعدكم في الدنيا وفي الاخره يا ربي. اليوم كما كتشوفوا بالفضل ديالكم وفضل الله وفضل المناعمة وهذه الاخت كبيره اللي في امريكان هي ورجلها الله يجازيكم بخير ما تصوروش قداش غادي نشكركم ما غنوفيش الشكر ديالي اللي غادي الله اللي غيوفيه لكم لا انتيا ولا منعمه ولا متتبعين كاملين ولا خويا زهير ولا العائله ديال منعمه كامله صغيره وكبيره الله يحفظكم وربي معاكم. اليوم كما كتشاهدوا سهام ركبت رجيلاتها ونفضل الله سبحانه وتعالى ونفضلكم اخوتي المتتبعين فاش شفتوا سهام عند منعمه تعاطفتوا معها وزدتوا زرعتوا ليها البسمه في وجهها بالضحك ولات كانت سهام وحده اخرى ولات الحمد لله سهام اخرى من فضلكم نتوما اخوتي المتتبعين وها نتوما الكلمه لسهام وغادي دابا سهام حنا الكلام اللي غايزقال قلناه باش ما تعاوديش انت نفس الكلام دابا باش كتحسي سهام وشنو غتقولي للناس اللي صابوا معك؟ كنقول الناس اللي صايبين هضري بالجهد باش تسمعوا الناس صوتك كنقول الناس اللي صايبين لي هذا الوجه من هذا وشكرا بزاف سميه امي كبيره حيت اللي كتقول لي كبيره وبا الحاج وكنقول لهم شكرا بزاف 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 لحقاش سرعتي ليا الفرحه في قلبي وكنشكر المنائمه كنشكرها بزاف 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 والشكر ديالها ما كيتوصفش شكرا. دابا غنوضي تمشي قدام هاد الناس زيك سوا سيام زيك سوا الحمد لله درت عاود واحد عمرها ما حبت مسكينه تزوقتها احنا متصبيعين وحنا كما كنا اي واحد في المجتمع المغربي وفي ما كان بولا كتحس بحال الاخت اللي هي سعدتها كبيره كبيره تبارك الله عليها الله يجزيها بخير والناس كلها اللي هكايا ونصاب كنا كل واحد يشوف هذا ويدير واحد الحسنه بحال هذه الحمد لله الحمد لله كل شيء غيكون وشي حنايا وفرحنا يعني شفنا وعاد تشوفها اما هي بقلبها بانها تحس واحد الفرح زايد هي مرتاحه ومرتاحه وغتولف بان تمشاو هذا والحمد لله هذه واحد الكرامه كبيره وشكرا ليا بزاف هاد الاخت اللي ساعدتها وكنشكر المغاربه كاملين داخل الوطن خارج الوطن ومتسلمين الاخت النعمه سهام سهام الصباح هودت عندي من الدار من الثالثه هودت بوحدها في الدروج الحمد لله اللي كانت ما كتحلمش برجلي تقعد بهم كانت زحاطه هودت من الثالثه حتى للشارع وانا عندي واحد الفرحه والدموع في عينيا فرحنا بالله وكل شيء من فضل الله ولا يمكنني هاد الانسانه ما كانش اللي استجب لها في القنوات وانا استجبت لها حيت شافوها ما عندهاش رجليها كانوا كيدفعوا عليها التليفونات وصوتها ما وصلش ولاني فجت عندي بالاذن الله ماشي ليا بالاذن الله والسبب فجت عندي وجهتها وتلاقات متتبعين ديالي اللي صبحوا سهام برجيلاتها تنطلبوا لكم اقصر في الجنه سيرة اختي كبيرة الله يكبر خبزتك سيرة كبيرة انت درتي لهاد البنت الفرحة في قلبها الله ينقي طريقك من الشوك راكي حجيت يا اختي كبيرة راكي عزيزة امين راكي اختي كبيرة خيرك ما يتنساش والله الله يجازيكم باش حنا شفنا في الفيديو بان الاول كان شتيها راني طلعتها على نهري راه كانت بانت بواحد الفيديو مركبها بدارها راني كنت ركبتها على نهري ودابا غادي تشوفوا اختكم بغيتكم تزيدوا تعاونوا معاها بغيناكم تزيدوا تعاونوا معاها اللي في قلبكم الرحمه ودخلوا لقانتها كي سميت قانتها رشيده وسهام رشيده وسهام تحققت هي الشروط الشرط الاول راه حققات و1000 ابوني كاينه كاينه ان شاء الله في السوايع 4000 ساعه الله عندها 1000 ساعه نتمنوا ان شاء الله يزيدوا يتابعوها ويبقاو متابعين معاها تحقق ولو غير شويه من الحلم ديالها تكسي غير حويجه حتى هي بحال هكا تخرج تسافر شوف بغيناكم كيما تابعتوها ودخلتوا وبقاو فيها الناس وداروا لها رجلين بغيناكم تتابعوا سهام حتى بقانتها الله يكثر خيركم والهلا خطيكم والله يطول عمركم يارا ما كدير لا طبخ لا والو انا اللي كنصور لا طبخت شي حاجه كنشاركها معاكم ولا دارت سهام سهام لا تمشات في الجريده اولا خرجات نتمنى تتابعوها راه هي الله باديه مسكينه ماشي مازال حتى حنا مازال ما عارفين في هذا الميدان ديال اليوتيوب مازال ما عارفين شنو شغل نقدموا شنو ان شاء الله ما يكون غير خير يلا بقاو معنا
وليداتي كما شفتوا تبعتوا معنا قصه سهام. دابا رحنا فرحانين ودايرين غدا معتبر ومعيطين على الناس اللي قدينا عليهم وغالعائله والحباب وما عندنا خشاب في الباب غالعائله والحباب. وكما كتشوفوا دابا ها انتم صديقات سهام ها الدجاج ديالنا خوتي ها انتم ها الدجاج ديالنا في قيطيب ها انتم. دابا بغينا نشاركوا معكم التحمار وداك الشيء ولا يمكنيش غنقول لكم الدري غادي عنده شي غلط في المدينه خصو ضروري يمشي. دابا التحمار ان شاء الله تلقاوه في قنط رجاء. هذا الدجاج ديالنا هذا اللحم ديالنا هانتوما اللحم كيطيب تبارك الله هانتوما هانتوما خوتي العزاز راه باقي لنا هاد الدجاجه تما خضر. هذا الزيتون ديالنا باش غنخضروا الدجاج محمر هانتوما. هذا البرقوق ديالنا باش غنخضروا اللحم عاد غنديروا له قرفه ونعسلوه السكر. وهذا الديسير ديالنا وليداتي الله يخليكم لينا هنا خطيكم عاد غنديروه يبرد في الثلاجه. وتبارك الله على العزاز ديالنا كيبقيتو مزيانين نتمناكم تكونوا مزيانين وفي صحه جيده ان شاء الله. واليوم اخت سهام والله العظيم فرحتي بها والله ربي اللي كيعلم حيت كنت هدرت عليها مسكينه من كانت جات عند الوالده ديالي ودابا الحمد لله جاب الله المحسنين ليا طفوله مسكينه رجلتها الله يجعل ربي لديك المراه سعداتها راه شرت جنتها في الدنيا عاد في الاخيره. والله يخطيها واليوم راه حنا فرحانين بها وبرجلاتها الله يخليك تحاسيك وشكرا لكم بزاف يا اغلى متتبعين. وتبارك الله عليكم كنتمناكم تعاطفوا مع سهام ودخلوا لقناتها وتزوروها وتساندوها. وهذه هي رشيده غنخليها تهضر معاكم مرت عم سهام. السلام عليكم متتبعي ديال ام نعيمه كي دايرين اشخباركم لاباس عليكم كما كتشوفوا كما قالت لكم ام نعيمه شاركنا معكم الفرحه ديال سهام فرحانه بها ام نعيمه بزاف. وحنا تبارك الله هاد الدجاج اللحم البرقوق الزيتون وحنا كنشوضو البصله باش نعسلوها ان شاء الله باش نديرو الدغميره واه الدغميره وان شاء الله الدغميره والتحمار ديال الدجاج والحطان ديال اللحم تلقاو ان شاء الله في قنط رجاء ان شاء الله غنصور لكم فيديو ديال الحطان داك الشيء رائع. هجموا لنا رجاء ودخلوا غدا للفيديو ديالها ان شاء الله يا ربي. وتبارك الله عليكم وخلي رجاء ربي يخليكم اخوتي نتمنى ان شاء الله تزورونا في قناتنا حتى حنايا وتوصل سهام بكم ان شاء الله توصل حتى هي تحقق الحلم ديالها غير بسيط ماشي ما كنطلبوش كثير غير بسيط تكسي راسها تسافر حتى هي وفرحوها كما فرحتوها في الرجيلات فرحوها ان شاء الله في القناه ديالها. غادي تدخلوا عند ديروا رشيده وسهام وغادي تدخلوا لقناتنا والله يخلي لنا ام نعيمه والله يجازيها بخير والله يخلي كاع الناس اللي هما مساندو سهام. امين. وكنشكر خويا زهير اللي اطيب انسان خالص صراحه راه ربي اللي علمو علي انا ما كنقول غير شهاده الحق بانه هاد السيده اللي فتحت لي الباب ديالها وبفضل الله سبحانه وتعالى غادي تعقلوا غادي ترجعوا القناه الاولى راه تسينيالات ليا بانها راه سهام بحال هاد الوقت مازال ما وصلش هاد التسعود مازال ما وصلش هاد التسعود تبارك الله ركبت سهام رجيلاتها الحمد لله يا ربي. وشكرا لكم اخوتي وبقاو معنا ان شاء الله اللي كيحب ام نعيمه يبقى معايا واللي كيدخلوا جداد مرحبا بهم الف مرحبا بيخليك. وشكرا لكم الله يطول لكم العمر. وشحال من واحد تيقول لي ما تساعديش الناس وما تعطيش يدك للناس هذا كيدل على كنساعد من الناس وتنوقف مع الناس وما كاينش اكثر من هذا الدليل القاطع اللي بفضل الله وفضل ديالي هاد البنت صبحت برجليها كانت ما كتنوضش كانت زحافه شحال من عام هي زحافه 10 سنين 10 سنين وهي ما كتنوضش ودابا ولات كتمشى ولات كتمشي راسها ليه الحمد والشكر وتبارك الله عليكم وهلا خطيكم وتابعوا الفيديو ديالنا. دابا غنشدوا سهام الكلمه الاخيره غنشدوا سهام بلا ما نشدها وجهها ها سهام جالسه حدانا في البيت ديالها ديال ام نعيمه. شكرا لكم بزاف 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 كنشكركم بزاف اليوم كنشكركم بزاف راه ام نعيمه صراحه عاونتنا بزاف 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 واللي قال ام نعيمه ما كتعاونش كيكذب وهذه شهاده الحق باللي ام نعيمه هي اللي عاونتني. انا شفت بزاف ديال القنوات وبزاف الناس ما كاينش ولكن من جيت عند ام نعيمه صراحه عاونتني ما نساش الكلام ديالها ونصبوا عليا الناس ونصبوا عليا الناس بزاف ونصبوا عليا الناس بزاف في الفيديوهات وفي الصور
وبزاف، وكنشكر الاخ جهير كنشكرو بزاف بزاف بزاف. الله يخليك حبيبي وشكرا لكم. يلا وليداتي هذه هي قصه سهام، شاقنا معاكم ونتمناكم تخليونا رايكم في التعاليق وشكرا عليكم، الله يعزكم.